السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلي ديرلي أركادشلرم هوش جلدنز. نحن الآن مع درسي تمارين درس التمارين من كتاب تمارين درس الأرقام من كتاب التمارين، وهو الآن الدرس الخامس من الوحدة من تمارين الوحدة الثانية. هذا هو يقول لنا هارفلر لا يظلم، لنكتب بالأحرف. ماذا سنكتب؟ سورلرن جوابلرن، أجوبة الأسئلة نكتبها بالأحرف ليتأكد أننا قد حفظنا الأحرف بشكل جيد. عفوا، ليس الأحرف، الأرقام، أسماء الأرقام بشكل جيد. يقول لنا 64 كم 64؟ هكذا نكتب فوقها حتى يسهل عليكم الحل، أنتم من سيحل طبعا. 84 ناقص 46، كم الجواب؟ أنتم تكتبوه هنا بالكلمات وليس بالأرقام. بيكي كينجي، نعم نحذف هذا الخط حتى نستطيع أن نكتب. أوتوز إكي أرت يرمي بيش، يرمي بيش إشتر كاتش، كم هو الجواب؟ كلمة لا يظن، اكتبوه بالكلمات على الدفتر. وتشنجو سورو سكسان سكسان دوكوز، نعم سكسان دوكوز. أرت كرك إكي، كرك إكي إشتر يساوي كاتش. بكي جوابه كلمة لا يزارسنز. دوردنجو سورو 45 بلو تقسيم بلو 9 كاتش أدار، كم يساوي؟ إشتر كاتش. بكي بنو كلمة لا يزارسنز 45 تقسيم 9 كم يساوي؟ بكي بشنجي سورو 66 60، نعم هكذا نكتبها في الأسفل، 66 أرتي 33 كاتش أدر؟ إيفيت سورو جوابه بردا كلمة لا يزارسنز، تكتبون جواب هنا بالكلمات. 6. جملة 24 çarpı 8 yani 24 ضرب 8 kaç eder? Cevabı kelimelerle yazarsınız burada. 73 artı 26 26 kaç eder? Kem yüzevi kelimelerle yazarsınız burada. Peki. Nam. 8. soru 90 bu kolay 90 nam burada sıfır var 90 artı 100 kaç eder 90 زائد 100 kaç eder 190 bunu buraya kelimelerle yazarsınız 190 yani 190 neyse kadarlık bele peki 22 22 çarpı 3 22 ضرب 3 kaç eder? Cevabı buraya yazarsınız. Peki 1000 artı 100 1000 artı 100 çok kolay bu 1100 1100 sadece böyle bunları rakamlarla değil kelimelerle yazarsınız buraya. يعني تكتبونها بالكلمات لا بالأرقام. İkinci soru diyor ki aşağıdaki telefon numaralarını harflerle yazalım. Bu soru kolay değil. الأرقام الهاتف يجب أن أكتبها بالأحرف هنا. سأكتب أنا نموذج لكن يأخذ هذا وقت طويل جدا جدا لأن الأرقام جدا طويلة. أكتب واحد فقط والبقية نقولها بشكل شفهي. مثلا هنا ماذا نقول؟ صفر كيوز أونيكي. صفر يجب أن أكتبها بالكلمات صفر هكذا صفر هذا كنموذج البقية أنتم تكتبونها صفر
212 212 12 انا ساكتب على السطر التالي حتى يتسع المكان لانني اكتب هكذا 12 نكمل 0 212 دورت يوز 40 نكمل دورت يوز نعم 40 دورت يوز 40 بقي رقمان 0 0 0 0 يعني هكذا 0 صفر نكتب هذه كم مرة أخرى صفر صفر نكتبها صفر صفر أيضا مرة أخرى يعني ها صفر هذه صفر صفر بعدها صفر صفر يعني نكتب كلمة صفر أربع مرات وهكذا نكون قد كتبنا الرقم الأول هذا الرقم الأرقام التالية أنتم تكتبونها بنفس الطريقة أنا ماذا أفعل أقرأها قراءة أنتم تكتبونها على الدفتر هكذا 0 2 16 يوز 54 54 37 sonraki rakam 0 520 533 pardon نعيد 0 520 573 87 23 sonraki numara الرقم التالي artı 90 يعني زائد 90 أرتي 90 أو نكتب 00 90 يصير كمان 00 90 دوكوزيوز 80 بيشوز 65 92 45 الآن سؤال جديد هذه الأسئلة حلها جدا مهم لأنه يعودنا على قراءة الأرقام بكل سهولة إذا حللناه إذا ما حللناه تبقى قراءة الأرقام صعبة يقول لنا أشادكي تاريخ لري حرف لر لا يظلم لنكتب بالأحرف أشادكي تاريخ لري التواريخ التي في الأسفل نعم ماذا نكتب؟ نكتب اسم الشهر هنا مثلا الآن أنا أكتب المثال الأول كتابة والبقية أقرأها قراءة وأنتم تكتبونها يجب أن نحفظ أسماء الأشهر حفظا مثلا هنا نكتب أونيكي أون إيكي الشهر الرابع ما اسمه اسمه نيسان فأكتب أونيكي نيسان هكذا تكتب نيسان نيسان في نهاية هذا الفيديو سأكتب لكم أسماء الأشهر التركية لمن لا يعرفها أونيكي نيسان بيندوكوزيوز الآن هذه الصفحة تسأل لذلك سأكتب في الصورة التالية بيندوكوزيوز دوكسان دوت بين هكذا نكتب بين دوكوزيوز دو كوز يوز بندو كوز يوز نعم بندو كوز يوز هذه هي دوكسان دورت دوكسان دورت كيف تكتب دوك سان دوكسان دورت دورت مثلا هذا مثال وأنتم تحلون البقية على نفس الطريقة أنا أقرأها قراءة بعد الدرس في نهاية الفيديو ستكون هناك أسماء الأشهر أمامكم بيكي التاريخ الثاني 26-12-1984 كيف نقرأه؟ نعم 26 أرالك الشهر الثاني عشر اسمه أرالك 1984 التاريخ التالي 21 أوجاك 21 أوجاك الشهر الأول 2011 التاريخ الأخير 9 أيلول الشهر التاسع هو شهر أيلول بالعربية وبالتركية نفس الشيء 2019 هذه هي التواريخ هكذا نكتبها على الدفتر بالكلمات أنتم تكتبوها أنا لأجل الوقت لم أكتب
شيء، كتبت واحد كنموذج. السؤال التالي يقول: رسم لنا بقلم لننظر إلى الصور كيافة لارين أدلرني يظلم، لنكتب أسماء هذه الألبسة. هنا بإمكانكم أن تستعينوا بقاموس مثلا. الآن ننظر إلى الفراغات. بير يوز إلي تالا، اللباس واحد سعره 150 ليرة، ما اسمه الآن؟ طقم ألبسة، هكذا يكتب طقم ألبسة، ألبسة، هكذا يجب أن تكتبه على الدفتر. طقم ألبسة يوز إلي تالا. إكي نقرأ من هنا أسهل، هذا ما اسمه؟ قميص، أليس كذلك؟ إذا نكتب جملك، جملك اللي تالا، جو جم لك، حرف الكائن نكتبه هنا، جملك اللي تالا. الصورة الثالثة ما هي؟ اتش، هل ترون رقم ثلاثة؟ اتش، هذا ماذا؟ ما اسمه هذا؟ جاكيت. كيف تكتب كلمة جاكيت؟ جاكيت، نعم عفوا، جاكيت في الصورة الثالثة، هكذا نكتبها، جاكيت. الصورة الرابعة ماذا فيها؟ دردنج رسم تنبار، دردنج رسم شمسية، كلمة تشبه العربية كما نرى. إذا شمسية أنثى لساذجة، هذه الأسعار قديمة قبل غلاء الأسعار. شم سي، هنا نقطة، شمسية. بيكي بيشنجي رسم دانيفار، بيشنجي بيشنجي أياكابو، بيش أياكابو نكتب أ ياك، أياك رجل، كابو غطاء، أياكابو بالبي أم بالبي؟ أياكابو، أياكابو بالبي، أياكابو. بيكي altıncı ne var? Altıncı resimde bakıyoruz, arıyoruz, buluyor muyuz acaba? Buluyor muyuz? Evet, kravat. Kravat, grafe. Keyfe, nasıl yazılır? Hadi yazalım. Kravat. Kravat. Peki, 15 TL. Yedinci resimde ne var? Yedinci resim, yedinci resme bakalım. Yedi, bu. Bunun adı ne? T-shirt. Au t-shirt. T-shirt ya sabah. Aynı rakam sabah huna. T, hakkıda yaptım huna. T, shirt. Nam. هذه الكتابة الإنجليزية أيضا تستخدم في تركيا، لكن أيضا تكتب هكذا، تي شيرت، تي فورا شيرت، تي شيرت، ما اسمها بالعربية؟ كنزة، وهكذا. السؤال الكلمة الثامنة ما هي؟ ثمانية، 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 هذه هي، اسمه مأخوذ من اللغة الإنجليزية شورت، نكتبه في مكانه هنا، شورت. شيوريتي. الصورة التاسعة أين هي؟ هذه هي، هذا ماذا؟ هذا ماذا نقول له بالعربية؟ كمر، كمر بالعربية، بالتركية كمر، بالعربية ماذا يقال له؟ كمر، حزام بالعربية كمر. الصورة العاشرة ماذا يوجد فيها؟ أونونجو رسيندا نيفار أجابا أونونجو أون بانتالون، بانتالون أم بانتالون؟ بانتالون، 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 إما بانتالون وإما بانتالون. بان هكذا، نعم، بانتالون، بان تو لو بانتولون، هذا حرف الان، نعم ان بانتولون. بيكي اون بيرينجي رسيم ده نيفار،
11. resim. هذه الكلمات جدا مهمة. نعم 11. resim. هنا هذا إشارب أليس كذلك؟ هذا اسمه شال غالبا. هذا شال أليس كذلك؟ شال أو يمكن أقول باش أرتسو حجاب وهكذا. إذا نقول شال، كتابة كلمة شال سهلة. و نعم شال هكذا تكتب بيشتال. كان الآن 12 رسم دا نيفار. 12 رسم في الصورة الثانية عشر. هذا ما اسمه؟ ألبسة. نعم ألبسة. طبعا من يدخل الانترنت ويكتب ألبسة يجد يعني أشكال متنوعة. ألبسة يعني هي الألبسة النسائية، هذا وما يشابهه. ألبسة بالعربية يقال له روب وهكذا. بيكي 13 رسم دا نيفار. 13 رسم هانجيسي 13 görüyor musunuz 13. resmi? Ben görmüyorum. Evet. Bu. Bunun adı ne? Bot mu? Yoksa lehu ism ahar. Bot lehu kollu bot au leysa kollu şey ahar. Yukalu lehu uzun bacaklı bot ve yukalu lehu aydan çizme. Çizme ism muhtasar ve eshel lideri kutup çizme. Naam. Çizme. هذا النوع من الأحذية. بكي 14 رسمي görmüşüm ben. ها topuklu ayakkabı. Bunun adı topuklu. Yani أو kadın ayakkabı أو ayakkabı. Ayakkabı حذاء. Topuklu ayakkabı حذاء بكعب عالي. هكذا نكتب topuk كعب. نعم topuklu ayakkabı. Ayakkabı كتبناها منذ قليل. Ayakkabı هكذا تكتب. أين هي؟ Ayakkabı. لم نكتبها؟ معقول. طقم ألبسة جاكيت شمسية. ها هذه ayakkabı. مثل هذه. إذا نكتب topuklu كما كتبنا ثم نكتب مثل هذه هنا. أو هذه ayakkabı نأخذها من هنا نكتبها هنا أيضا. topuklu ayakkabı. أيضا topuklu ayakkabı الحذاء بكعب، لكن الكعب له أنواع. مثلا عندنا kalın topuklu ayakkabı يعني بكعب عريض، وعندنا alçak topuklu ayakkabı بكعب منخفض، وعندنا أنواع كثيرة. الصورة الخامسة عشر 15 رسم دنيبار. عجبا أي واحدة؟ هذه. هذا ما هو اسمه؟ أيضا هذا ayakkabı وهذا topuklu ayakkabı، لكن كعبه طويل جدا فما اسمه؟ يعني نستطيع أن نكتب أظن topuklu ayakkabı نفس الكلمة السابقة. نكتب هكذا أظن. نعم أظن ثم نكتب ما كتبناه في الأعلى أظن topuklu ayakkabı. topuklu ayakkabı. الرابع عشر تشبه الخامس عشر. ما الفرق بينهما؟ أنا لم أرى فرقا كبيرا. هذا حذاء كظن ayakkabı وهذا كظن أيركب. فما الفرق؟ لا فرق. بانجا شكرا. يعني topuklu ayakkabı kadın ayakkabısı uzun topuklu ayakkabı كلها صحيحة. نعم وهكذا نكون قد أنهينا هذا التمرين، تمرين الألبسة وتمرين الأرقام. أتمنى لكم دوم التوفيق. لا تنسوا أن تكتبوا هذه الكلمات على الدفتر وأن تقرؤوها، والأرقام أيضا تحلوها كلها على الدفتر كتابة وتقرؤوها بصوت عالي حتى تتمكنوا من استخدامها في محادثاتكم اليومية بكل سهولة ولا تتلعثموا بها أبدا. أتمنى لكم دوم التوفيق. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا سنذكر أسماء الأشهر بالتركية وكأنني نسيت، لذلك أسماء الأشهر هذه هي: الشهر الأول أوجاك، الشهر الثاني شباط مثل العربية، الشهر الثالث مارت يشبه الإنجليزية ويشبه المصرية أظن مارس، مارت بالتركية، الشهر الرابع أبريل بالعربية نيسان، عفوا الشهر الرابع نيسان بالتركية وبالعربية، الشهر الخامس مايس، نعم أيضا بمصر يقولون مايس، الشهر السادس مثل العربية حزيران بالعربية حزيران أو حزيران، السابع تموز مثل العربية أيضا،
ثامن أغسطس، أغسطس مثل العربية، أغسطس، أغسطس برده هنا أغسطس. الشهر التاسع أيلول مثل العربية أيضا. الشهر العاشر أكين. الشهر الحادي عشر قسم. الشهر الثاني عشر أرلك. نعيد قراءتها، نعم هكذا حتى نصغرها هكذا تكون كلها أمامنا. أوجاك، شباط، مارت، نيسان، مايس، حزيران، تموز، أغسطس، أيلول، أكين، قسم، أرلك. هذه هي الأشهر، إذا كتبناها وحفظناها نستفيد منها دائما، ونستطيع أن نذكر الشهر برقمه أيضا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.